السلام عليكم. السلام. الله يقويكم يا شباب. أنا وسهلا على معنا القائد الثوري للواء بلاد الشام التابع لأبيد أحفاد الرسول، وتتحدثنا قليلا عن ماذا يحصل في مدينة كرناز. نحن هنا اليوم 18/3/2013، ورابطنا على اليوم 11 على التوالي في مدينة كرناز على الجبهة القبلية في بازل. هلا نحن بوقت تبديل بهذه الساعة 9 صباحا، نبدل الكتيبة اللي بتكون المرابطة. عم تفقد الشباب، وفيك تسألهم تحكي معهم إذا بدك. أنت شو عملك يا مقاتل؟ راصدين إن شاء الله لعصابات الأسد، نمنعهم دخول كرناز.